معارض أهلا رمضان المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، يمكن منها محافظة قنا. هنروح نشوف رسالة زميلنا أحمد الأفيوني عن توافر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في معارض أهلا رمضان، ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، من محافظة قنا وتحديدا من معرض أهلا رمضان بوسط مدينة قنا، وهو واحد من ضمن 130 منفذ تم تدشينهم من خلال محافظة قنا بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية ومخفضة عن مثيلتها في السوق الخارجية. تتراوح نسبة التخفيضات هنا على جميع السلع الغذائية ما بين 30 إلى 40% عن مثيلتها في السوق الخارجية، وسط إقبال كثيف ومتزايد من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، خاصة اللحوم السودانية والدواجن البرازيلية بأسعار مخفضة للغاية هنا في جميع هذه المراكز. لكن للمزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم الأستاذ حسن عبد الفتاح، مدير إدارة البيع بالشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة قنا. أستاذ حسن، بداية برحب بحضرتك، يعني جهود الشركة المصرية لتجارة الجملة في توفير السلع الغذائية لأهلينا هنا في محافظة قنا، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجا بمحافظة قنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقوم به من مجهودات لتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة للشركة المصرية. يوجد لدينا بجميع فروع الشركة المصرية أنواع سكر بسعر 14.5 جنيه، أرز بسعر 14.5 جنيه، زيت شفاف درجة أولى 800 ملي ب 35 جنيه، دقيق فاخر درجة أولى أكثر من نوع ب 18 جنيه، مكرونات بأنواع مخفضة 6 جنيه ما بين 6 جنيه الى 10 جنيه، عدس، فول، فاصوليا بجميع الانواع. فيما يتعلق بضخ كميات كبيره من اللحوم السودانيه والفراخ البرازيلي هنا في مجمعات الخاصه بمحافظه قنا ومعارض اهلا رمضان، حدثني عن هذا الشان. يوجد لدينا مخزون بثلاجه الشركه المصريه انواع فراخ كيلو 100 كيلو 200 كيلو 300، سعر الكيلو 65 جنيه برازيلي، ويوجد لدينا انواع من الوراق برازيلي وامريكي سعر الكيلو 55 جنيه، ويتم توفير هذه السلع بكميات في جميع فروع المصريه يوما تلو الاخر. فيما يتعلق بالمنافذ المتحركه الخاصه بالشركه هنا في محافظه قنا، تقوم الشركه بتكليف مجموعه من السيارات متنقله وتحميلها بهذه السلع بكميات كبيرة الاكتفاء الذاتي لأرياف ومدن جميع المحافظة، من فرشوط، أبو شوشة، نجي حمادي، دشنة، قف، طقوس، نجادة، نجي حمادي، جميع الأنواع متوفرة في السيارات دي وتم بيعها عن طريق السيارات المتنقلة للأماكن التي لا يوجد بها فروع. أستاذ حسن، يمكن ربما يعني أقل من شهر يفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وحضرتك بخير، كيف تم الاستعداد لشهر رمضان من توفير اليميش الخاص بشهر رمضان الكريم في جميع المنافذ هنا في محافظة قنا؟ إن شاء الله النهارده ستصل لدينا سيارة محملة بجميع أنواع اليميش، وسيتم توزيعها غدا على جميع فروع المحافظة بجميع أنواع اليميش بأسعار مخفضة أقل من السوق ب 30 أو 40%. انواع اليميش امثال القمردين والزبيب والبلح والتمر هندي وقراصية ومشمشيه وجميع انواع اليميش متوفر ان شاء الله. استاذ حسن، يعني رصدنا اليوم ونحن في معرض اهل رمضان يعني اقبال كثيف من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم هنا في